تعالوا بقى يا كريم نروح لخبر يعني لسه ما بقالوش كام ساعة يعني صدر أو تم طبعا، وده هنقول عليه تاني انطلاقا اكيد من ثقه النادي الاهلي الكبيره في المدير الفني الخاص بيه باتسو موسيماني، وترجمه للانجازات العديده اللي هو حققها حقيقي مع اللعيبه ومع الجهاز المعاون ومع الفريق خلال الفتره اللي فاتت. اعلنت اداره النادي عن تجديد عقد موسيماني لمده عامين قادمين، ده بخلاف الموسم طبعا الحالي، وقام المدير الفني كمان للاهلي ومعاونه بالتوقيع على العقود الجديده. واغلاق بقى هنا بنتكلم الباب امام يا كريم اي اجتهادات كنا عمالين نسمعها الفتره اللي فاتت، والناس كتير قوي كانت عماله تقول لك تعالى خد الحصري من عندي، الحصري عندي، موسيماني مش مكمل، لا موسيماني مكمل موسيماني مكمل ومن المصدر بقى احنا بنقول موسيماني مكمل في حاجة أعتقد محترمة جدا، ودي فعلا زي ما بتقال كده النادي الأهلي عمره ما يعني زي ما تقول كده أنت بتقدم حاجة بتاخدها، بتاخد كمان مكافأة عليها، بتاخد يعني نصيب جهدك اللي أنت بتأديه على الأرض. موسيماني يستحق، موسيماني مدير فني حقيقي رائع، فترة كان جاي فيها كريم مضغوطة جدا قدر أن هو يحقق نجاحات كبيرة جدا، اتعرف على اللعيبة، الألفة اللي كانت ما بين اللعيبة وموسيماني نفسه كانت حاجة بجد شفناها، يمكن كانت مسبوقة أيام مانويل مثلا خوسيه في الأول، لكن برضو مش كانت دي الرؤية الدايمة اللي احنا نعرفها. فهو استطاع أن هو يكسب اللعيبة، استطاع أن هو يكسب الجماهير، حصل دروب، حصل بعد كده عوده مره تانية، ده طبيعي، مفيش حد بيمشي يعني في نجاح على طول المشوار ولا ايه؟ مفيش نادي في الكون مش يعني ما بتعديش عليه لحظات او كبوات او تعثرات، بيحصل مع كل فرق الدنيا. لكن طبعا اكيد 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 تجديد منطقي، وان جيتوا لحق حضراتكم اللي ما كانش منطقي بالمره هو ان الكلام اللي كان بيطلع في عز التوقيت اللي موسيماني بيتقال عليه، ما معناه ان هو رجل المباراه في كل مباراه، من كتر ما كان متألق جدا في عز بقى مرحلة التألق دي نسمع بقى كلام من عينة، لا الراجل ده مش مكمل، لا بيتسو موسيماني مش معانا الموسم الجاي، حاجات زي كده. بس طبعا يعني زي ما حضراتكم سمعتوا الخبر من هواند الموضوع اتحسم بالظبط كده. وطبعا عايز اقول لك ناس كتيره جدا سعداء على السوشيال ميديا، انا زي ما انت عارف انا بحب اتابع ردود الافعال، يعني زي ما بقول لحضراتكم الخبر ما بقلوش ساعات قليله، لكن فعلا ناس كتيره جدا سعيده بالخبر ده وبخبر التجديد تحديدا. ونتكلم عن الاهلاويه اكيد برضو، وعلى فكره برضو غير الاهلاويه الكثير بيرى ان بيتسو موسيماني فعلا مدير فني اكثر من رائع، لان انت لما بتيجي بتحسب او بتقيم بنسبه الانجازات على الارض، تعالى كده احسبها هتلاقي فعلا بيتسو موسيماني يستحقها.